السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سجلت إحدى الولايات الجزائرية اليوم الثلاثاء حادث مرور خطير أحاط ضحيته ما لا يقل عن 8 أشخاص. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. حسب مصادر محلية نشرت الخبر، فإن هذا الحادث تمثل في انحراف حافلة على مستوى منطقة باب علي بطريقة سريعة بين البليدة والجزائر العاصمة، وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا وعددهم 8 أشخاص قبل نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. من جهتها قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب هذا الحادث الأليم، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من مستعملي الطريق.